تكمل وجعل الجزائر إن شاء الله في بر الأمن على كل المستويات، كل المستويات، حتى ربما يتسنى لكل المواطنين والمواطنات النزهاء مستقبلا أنهم يطمحوا في تسيير بلد عادي. حاربنا الكوفيد وحاربنا العصابات سنتين، يعني العهدة هذه تقلصت إلى سنتين ونصف ثلاث سنوات، ما فيش. العهدة الجاية إن شاء الله تكون فيه متسع الوقت أكثر لترسيخ كل ما بدينا فيه من ناحية الاقتصادية من ناحية العلمية.